وهي راينا ما انت في نبي نجوعه الرقم كاني يددني مدني يدمير كاني ببربريي وحكم ده آلات كان تيك توك الله يرحمه أما برهان برشدة إيه إن الله جرنا يو إن هبله أو ويل دلتي أما ويل دشي أما ويل دحري أما ده أبيه نولي أو دلعي إنت إلى رقم يكون هجرتاي أما هو دلعي أما ويل دلت أما ويل دش أما هو دحري ده إنت سبيني شوكان بالغي يا با والله جرنا يا يدو قاوين أما يسرو حيسا وعوري صوبة دكسي ألغا صوت قلسة يدو دوري سا يو حوية مارك تاكو هشو وحوية دندنان يرى الدنيا أضيقا إنان تعدلي أما ويل كلادا شي أما كقبا سدو قير كيو لها الليا سدو قوبا رقو كو كفتموه من كرا الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقي وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيق عنها إلا هالك فصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وما ذكره الذاكرون الأبرار عباد الله ولا ليال ضدك مسلمين تا خلق ذي أخلاقيات كذا ونكسا وحكم ذا شريعة ذا قمان إذا ما يسكترا برشد إذا يكو عمل فلك إذا إنا كل الدلالة أبد كذا وحين كقعدنا إن حديثك صحابية الربيعة بنت معاوية رضي الله عنها إنا تريوان الصوم يجرن مالين كان ونصوي مصغارا أكو يغير يرنا ونصوم سينجرن المهي يرى مركلة سونسية وحكو رب اسميا طاعنا يا عباداتك وحو يمركا قد شهودا أي تربية في عنكو قادنا يتربى على هذه الطاعة سيدا سوكو إنانا إلهي سبحانه وتعالى توفيق دي سعدوها له سيدا سوكو قد قليا من الصغر إلى الكبر يران إلا وإنان يسقو عبادة كسوغا وحان الله رجينا يأينو كم يتنقضو تضبض السنفية ما تضبض قولي إلهي وحرين أيو سبعة يظلهم الله في ذله يوم لا ذل إلا ذله تضبض إلهي وحرين أيو ما ننت قيامه ما ننت هارك إلهي مو يهارك لانو ترين تضبض محاكم إذا شاب نشأ في عبادة ربه نمدل يرى كبر باري كسو ويناذي كقبوبي عبادة ربي سبحانه وتعالى وبد كأني مركا إنه كل هذا دالو كدا يشهد ضدك مسلمين تاين برتان كدا يشهد رسولك عليه الصلاة والسلام يدتك خيرك بناين برتان طاعتك يا سننتا يا واجباتك إنه كبر باران يكو وينادان ما أنت مسلمين تي دعي ارتودي يقيب هذا الدعوين تودا كم دبا وحاوا مركا اوه تصالي اوه كود ايدان داد الهي الرسول كي سمينا برو مسنين قال ايه كود ايدان اخلاقيات كود يدقن كود يسوقاتان وحي كود بقان عادات كود اي اعماشو دي يدقن ادو دي يومي قام ديلي قار كود سنة دي كود ايدان قار كود حسس كي كود ايدان وحيالا ما انت وحلق مروغو دا كميدا وحلق مروغو دا اوحا كميدا ودن كان سيجاره وقصعده اراضي دايرته مالها لسه بيكو صعدان وحي مريان اني قبل يدو قاون وشركه هذه الاركيه ودر خفيف حرن ان رجع اجنبي اراس كيميد اي لاب تجلسو قال لك اسان قار قعمها قبصدان اسو نكيدو فديو اين الغيره هنا سيمه كان يمضي ماضي ادبتي تربيه دي اسلام كي اسلوبتي قمنيد ماضي تيضو انك هذه اركا يا رجل لا بتقلين ايسا مروا كم اقناضا معي سمين ايسا الهي دمرك واماني كو اماها دمرك واماني اسكناف مركا رقود وشوغاني كو مركا رقود ومقاي نفتو دي مال كوضو الى اليوي وكن نبي قشيق صلى الله عليه وسلم الحافظات للغيب كو مركا رقود ومقاي هاي
jirkooda iyo naftooda iyo guriga ninkooda bay ilaaliyay way dhaqanadaas oo dhaqana dad shisheeyay inooga yimid aroosyadeena qaar waxaanu ku arkaynaa qaar iska dhiga inay yihiin waalid addeec oo islaanta inan ka dhashay iyo islaanta inanta dhashay inta laba kursi lagu wada fadhiisay usoo gurguuranaya war qof in madaxa loo foorariyaa sharciyan ma banaana laa yajuus nebigu sal allaw alay waslam wuu xarimay aroos waxaa lagu aasaasay halkuu gaadhaya wallahi qaar baan bisha shaarulcasalka isla dhaafin oo isfuraa liannuu cadho ilaahay baa lagu aasaasay ilaahayna hadduu cadhoodo wuu arsadaa falamaa aasafuuna intaqamnaa minhum ayuu ilaahi subxaana wa tacaala markii naga cadhaysay waanu ka arsanay baa rabbi yihi subxaana wa tacaala macaasida iyo xumaha ilaahay baa u cadhoonaya dalka iyo dadka iyo dowladda iyo dadnimadaba iyo duunyadaba way naga saamaynaysa amni iyo ammaan ku heli mayno raxmad ilaahay ku heli mayno bashbash iyo barwaaqo ku heli mayno arsaaq barakale ku heli mayno ilaahay xumaa macaasida ilaahay subxaana wa tacaala laga galaayo iyo cadhada ilaahay laga cadhaysiinayo waxyaalahayna maanta fidnada inagu ah ee dhaqankeennii iyo dadnimadeennii iyo damiirkeenniba burburiyey waxaa ka mid ah aalaadkan tiktoka la yidhaahdo ama baraha bulshada ee ina la garanayo ina hebela oo wiil la dhalatay ama wiil dhashay ama wiil u dhaxday ama dee aabaheed nool iyo u dhalay intaas ila ragu may ku dhex jirtaaye ama wuu dhalay ama way la dhalatay ama way dhashay ama waa u dhaxday dee intaasiba inay joogaan baa laga yaabaa waa la garanayaa iyadoo qaawana ama isruxaysa oo cawrada soo bandhigasay halkaas soo gelaysa iyadoo doonaysa in waxa weeye maaragtay ay ku hesho waxa weeyaan dhandhanaan yaroo adduunyo dadnimadii meeday damiirkii mee xishoodkii mee inan odayga inantaa dhalay ama wiilka la dhashay ama ka qabaa siduu qayrkii ula hadlayaa siduu goobaha raggu ku kaftama u iman karaa war mii inaan damiir lahayn dadnimadii meeday ka samaynaysa iyo kaka raallidii waa isku mid qofka yacnii waxa weeye cawraadkiisa dumarkiisa ama ha qabo ama ha dhalo ama ha la dhashee uga raallida ah xumuu waa duyuuth nebiguna wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam adduyuuth laa yadkhulu aljanna duyuuthku jannada ma gala baa nebigu yihi sala allahu calayhi wasalam markii nebiga duyuuthka la weydiiyey nebigu wuxuu yihi waa ka maxaarimtiisa xumaanta raallida uga ah baa nebigu yihi sala allahu calayhi wasalam marka waa tiktokarada waa caan waa facebookarada waa caan waa gabadh youtuberada waa youtuber waxaa isla ciyaalkii wareeriyey akhlaaqdoodii iyo diintoodii iyo dadnimadoodii iyo waxa weeye damiirkoodii iyo dadkoodiiba ay ka soo jeedeen ba ceeb iyo magaxxuma iyo dhagxuma ayay usoo jeedeen kuwa noocaa u socday waddada hayaana kuwa la manaafacaadsanayo ama bulshada ay ka dhashaan wax ku biirinaya maaha bal waa kuwa ciqaab ilaahay soo jeediyey ilaahay naasturo adduuniya aakhraba ubadka iyo horyahaba allah inoo wanaajiyo ilaahay da'yarta iyo da'weynta gaadhmadoobaha iyo gadhcadahaba allah inoo hagaajiyo ilaahay waxaynu ka baryaynaa inuu dalka iyo dadka iyo diinta iyo dunyada iyo damiirkaba ilah iyo dowladdaba ilahay inoo wanaajiyo ilahay inuu naga dhigo kuwa khayrka furayaal u ah sharkana qufula u ah ilahay samada roob khayr qabaha inooga shubo dhulkana alla dalag khayr qabaha inooga soo saaro ilahay colaadaha iyo dhiigaga daadan iyo allah inaga qaboojiyo ilahay boggeena burcadayso mariyo quluubteenna alla ha mideeyo kuwa xaqa iyo diinta iyo khayrka ku walaalooba allah inaga dhigo kuwa khayrka isku garabsada sharkana iska garabsada allah inaga yeelo kuwa kala dulmiye caawiya ka dulminayana gacanta qabta allah inaga yeelo sala allahuma calaa nabiyina muxamed wa calaa aalihi wa saxbihi wasalama tasliiman kaiira